انت مشهور سم، وش محتواك؟ محتواي طال عمرك مثل محتوى الناس كله. وش قاعد اقدم؟ عشان الناس تتابعني له؟ اكيد ان في شيء قاعد اسويه. وفوق ذلك كله قبول من الله سبحانه وتعالى. وش المحتوى اللي تقدمه؟ سؤالي واضح وانا ما سالتك عن الناس. محتوى طال عمرك يوميات. يوميات؟ ايه يوميات احمد. يوميات احمد. نعم بثوث احمد. بثوث احمد. تقديم تلفزيوني. تقديم تلفزيوني. نعم. احمد. سم. تقديم تلفزيوني احمد؟ نعم. ها؟ ايه. تلفزيوني احمد. نعم. طيب وغيره؟ غيره وش ما بغيت؟ انشاد. منشد. ايه. اوه. اوه. طيب المفروض انك تقول منشد قبلها كلها. متعدد هوايات معليش عشان كذا نسيتها. طيب عدل كرسيك وطالع الشاشه. ما ادري الشاشه وش. سم يلا روح. تمام. في فيديو بما انك يعني متنوع محتواك متنوع ما شاء الله راح يعرض لك انت بشكل خاص وان شاء الله تملك الشجاعه حتى نعرضه للمشاهدين الكرام. حلو سم. عطوا الفيديو احمد. عجبك المقطع؟ اشوفك مستانس. عجبك؟ جدا والله. نعرضه؟ اي عرضه عادي، المقطع عارضه في سنابي وشايف الجميع. انا ما سالتك عن امور المقطع، انا اذا بغيت اسالك بسالك، انا اسالك سؤال واحد، نعرض ولا لا؟ لا عادي عرضه. طيب اعرضوا المقطع مشاهدي، واشكر لك شجاعتك يا احمد. ان شاء الله تستمر عليها. يا حليله ما عليله مستانسين يا ابوي. تحنطروا 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 وانا عامل على الشاحن اشحن جوالي عشان ما تقولون طفى جوالك ولا شيء. هل هذا محتواك اللي تقدمه؟ هذا طال عمرك يوميات نشارك الناس الموجودين فيها. فشيء طبيعي عادي يعني. شارك الناس الموجودين والناس اللي خلف الشاشات. هم الناس اللي خلف الشاشات. ايه. وش اللي فتهم فيه بالفيديو هذا؟ سم؟ الفيديو هذا فيه فائدة؟ عادي مشاركة الناس انك تشاركهم كل شيء. ما خالف، انا ابغاك ان تقول نفيد الناس. انا ابغاك تطلع لي فائدة واحدة من هذا الفيديو. والله وانا اخوك الناس اشبعت فائدة، انا اذا انا رجل ابى اخلي الناس تستفيد فالشيء اللي عندي الفائدة لها وقت والضحك له وقت. ونوع يعني مو بلازم اني رايح طال عمرك اني بجي واقرقر عند الناس واقول يلا استفيدوا استفيدوا. الحاجه اللي بتفيدني انا يا احمد ومتعلم منها ابطلعها للناس. اما شيء عادي يونس الناس، الناس ما هي بجيت انت وانا اخوك. اغلب الناس مو بجايين عشان يستفيد منك، يبي واحد يوسع صدره. انت تقول نفيد الناس الموجودين صح؟ اي ممتاز ممتاز. سؤالي محدد. ايه؟ انا ما ابغاك تتفرع، أنا سؤالي محدد وأبغى الإجابة محددة. طيب. أو مختصرة. طيب أنا أعلمك وش الفائدة من هذا الفيديو اللي أنت سويته تقول الناس أبغى أفيد الناس فيه. طيب أنت طلعت لي مقطع من 100,000 مقطع، هذا الشيء الأول. أحمد مو بدايم طال عمرك. يا أحمد رحيم أنت ما تبيني أتكلم. أنا أحمد رحيم، أنا سألتك سؤال محدد. إذا أنت ما تبيني أتكلم وش الفائدة؟ جاوب على السؤال، على قد السؤال، لا تروح بعيد. 100 فيديو. نعم المقطع مدريس. المقطع ذا الفائده للضحك للي بيستانس ويضحك. نعم اللي يعني فائده النفسيه اللي وده يضحك يضحك عادي. من يعني فائده المقطع انك تضحك الناس. نعم. وهل ترى الناس ضحكت منه؟ كيف هل ترى الناس؟ الحمد لله شفت في ناس انهم قاعد الله مستانسين في المقطع. ارسلوا لك؟ اي جدا. ها جدا. هذا انت مطلع المقطع؟ هذا انا مطلع. ايه هذا انت مطلع المقطع اكيد انه موسع صدرك. انا مطلع عشان اوريك الشيء اللي انت قاعد تقدمه. إيه؟ واسالك عنه. ماني طلعت لي مقطع ماني واحد. ماني بمطلع المقطع عشان اعجابي فيه. انت طلعت مقطع من واحد. هذا المحتوى يعني. انت طلعت مقطع واحد رايك. من 100,000 مقطع. سؤال. ايه من يتابع هذا المحتوى برايك؟ في اغلب الناس تتابع.
انت الحين السناب هو للفايده. عدل جلستك يا احمد. وانا وش عدل جلستي؟ عدل جلستك، عدل جلستك. سم اعدل كرسيك. سم يا سلام، اعدل اعدل بعد، اعدل بعد. انت تشوفني زين؟ عدل عدل عدل. اي شايف كلام. يا سلام. من شريحتك المستهدفه؟ سم من شريحتك المستهدفه من خلال المحتوى؟ شريحتي؟ اي من جميع الاعمار. كيف جميع الاعمار؟ كلهم كلهم مستهدفهم كبار السن والشباب ويعني الرجال، نساء، شباب، بنات. نعم من مستهدف انت؟ اطفال. المقطع طال عمرك. خلنا من المقطع. جدا انا اسالك عن محتواك بشكل عام، اي فئه انت مستهدفها؟ انت بتخلينا نرد زي العالم ولا؟ انا اسالك عن محتواك. المقطع خلصنا. محتواي منه. اوكي محتواي طال عمرك فيه للفائده وفيه للضحك. سناب طال عمرك سناب شخص قاعد يعيش عفويته. احمد رحيم قاعد يعيش يومياته اللي غير عن السناب هي اللي بسناب. شريحتك المستهدفه من؟ الجميع. كيف الجميع؟ انت طلعت لي مقطع واحد بس ما وش التابع؟ ما يخالف انت علمني. ما في واحد مشهور الا هو مستهدف فئه. انا احمد رحيم مستهدف الجميع. اي جميع؟ ان بغيت الاطفال، ان بغيت الكبار، ان بغيت الشباب، ان بغيت النساء، ان بغيت اللي تبي. في شيء تبي تقراه في الملف؟ قريت تعهد انت قبل؟ سم؟ قريت تعهد قبل؟ طيب. كانك تفك الملف وتطبقه، تفكه وتطبقه. هذا توتر ولا ايش؟ اشرب مويه، اشرب مويه يا احمد. يا طويل العمر. اشرب مويه، اشرب مويه. اسمع اسمع، انت قاعد تنجح وتعيد. عدل جلستك. جلستي مالك. لا عدل جلستك. جلستي مالك. واتكلم المحقق. عدل جلستك. احتراما لك انك معليش يا المحقق الجميل اسمعني. ايه انت قاعد لي على سؤال من يوم واحد وانا قاعد اجاوب. خلك بهذه الطريقه واسمع السؤال واجب بس.